طيب السبت اتعودتوا معانا دايما يكون معانا واحد من حريفه الاهلي، والنهارده معانا حريف كبير قوي. بس افكركم باخر فقرات الحريف، كان نجمنا فيها كابتن خالد جدالله طبعا المدفعجي، واحد الحقيقه من الناس اللي انا بحترمهم جدا وبحبهم جدا على كل المستويات الحقيقه، مش بس كلاعب في نادي الاهلي، ولكن الحقيقه واحد من الضيوف اللي بيشرفونا دايما في السادسه، وبستمتع دايما بمناقشتهم في كل ما يتعلق بالكوره في مصر. كان نجمنا في فقره الحريف الاخيره، وطلبت من حضراتكم طبعا تختاروا اجمل او افضل هدف احرزه خالد جدالله مع النادي الاهلي. تعالوا نشوف اخترتوا ايه. هاتوا خد خطيب طبيعي يا سيم. ماشي هاتوا خد طبيعي يا سيم تاني، هيرفع الدور ده، الدور اللي فكر ترفيته خطر قوي، الدور ده فرصه قوي، فرصه جدا، الاهلي المصري نهائي كاس مصر 83، ذكريات ما بتتنسيش. والحقيقه يمكن يعني ما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه ساتلايتس، لكن الناس حاضره وموجوده وفاكره كويس جدا وما بتنساش. تعالوا بقى نبدا.